من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم. اكيد رقمنا هذا المره باش تواصلوا معنا 0702 024 40 على شاده فهم. مع فقرة مطبخ إيديال حضري معنا شوربة شوفان إيديال جديدة وشاركينا طريقتك في تقديمها وتزيينها. بعتي لنا صورة مرفوقة بمنتوج إيديال شوربة شوفان عبر الواتساب على الرقم 0702 024 40. فوزي كل يوم بأجهزة إلكترونية رائعة. من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم اكيد من خلال رقمنا الواتساب اللي هو 0702 024 40. كتشاركوا معنا بانكم كتبعثوا لنا الشيوه ديالكم، الشوربه ديالكم، المنتوج اللي استعملتيه في القلب ديالها، دائما الاسم ديالكم بالكامل ومدينه منين انتم. اليوم غنمشيو مدينه اكادير. السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. شرفينا الحاجة بالسمية ديالك وكنيتك. خديم الله سعدية من أكادير. مرحبا مرحبا. لا سعدية، أنت درتي الشوربة، شنو درتي فيها؟ الشوربة تاع الشوفان بالزهر والقرفة. ديالاش؟ درت الحليب. أييه. درت الباكيجة تاع الشوفان حي درتهم، خلطتها مزيان، خليتها تعقد، درت لا كريم. شويه كريم، شويه قطعت التفاح الذكب نير، ودرت فيه القرفه والعسل وذوقتها به. عرفتي في الاول ملي تشوف كتسحب واش طريفات ديال الدجاج داك داك التفاح. راه الناس ملي غتشوف الصوره صراحه الله يعني من بعيد الا ما زوميتيش لا كريم صراحه زوينه. درتي لا كريم، درتيها بحال الحلوه شويه. اي هديت داك داك العسل وداك التفاح. الله يعطيك الصحة الحاجة. واش شكرا لك، الله يخليك صحتك، ما نقبطوكش بزاف على الطبيب. غير نقول لك الكادو ديالك. هي بغات تمشي ندير سيروم جديد. مرحبا. نعم، دونك ربحتي معنا توستر أولا حماصة بالصحة والراحة. شكرا لك. إن شاء الله. حماصة كيفاش؟ حماصة هذيك ديال الخبز اللي كنديروا فيها الخبز. باش انا يخرج لك غريي اولا محمر شويه. لا ماشي هي حماصه ديال الخبز اولا توستر، يعني انا كي كديري فيها الخبز ديجا معجون وطايب كتقسميه وكتحطيه فيها يكون كيخرج لك محمر. يعني انا كدهني بفرماج دهني بشي حاجه. بالعكس بالعكس. مرحبا مرحبا مرحبا. شكرا لك. بالعكس شكرا لك، الله يحفظك. شكرا للحاجه. شكرا لك للسعديه، واكيد كل المستمعين والمستمعات. هذه كانت اخر مشاركه معنا واخر سيده معنا في المسابقه ديالنا. كنشكر كل المستمعين والمستمعات اللي اكيد شاركوا معنا من البدايه ديال المسابقه حتى الان. من دابا تنقول لكل السيدات اللي ربحوا معنا بدايه من نهار الاثنين ان شاء الله باش انهم يجيو يتسلموا الجوائز ديالهم اللي ربحوا معنا في هذه الوقيته. شكرا جزيلا. شكرا حتى الناس اللي كيصيفطوا الاباء ديالهم على مستوى ديال الجائزات الاولانيين. شكرا جزيلا على هذا الشيء كامل. شكرا جزيلا لكل المستمعين والمستمعات اللي اكيد تواصلوا معنا بكثافه على رقمنا الواتساب اللي هو 0702 024 40 على شاده فهم. وانتي فايت لك جربتي شوربه جديده وصحيه ديال شوفان ايديال؟ حضريها معنا وشاركينا طريقتك في تقديمها وتزيينها عبر الواتساب على الرقم 0702 024 40 40 وفوزي كل يوم بأجهزة إلكترونية رائعة.